ماما ترى يعني ما تتخيل شنو الروح الحلوه تخليها بالبني ادم، تغيره جذريا، لانه مساعده اخرين، تعاون وتعاطف يعني بين الجروب الفريق وبين الناس اللي احنا محتاجه بدنا نقدم لهم المساعده. فاتمنى يعني اتمنى من هواي شباب يعني ينضمون لهذا الشيء، ويكون هدفهم واحد، هدفهم مساعده، يعني مو مجرد انه دعايه واعلان وخلاص انه هذا في الشيء يعني، لا خلي يكون عندك هدف، هدف سامي انه انت تكون انسان تحب الخير، تزرع الخير، تخلي بصمه حلوه بكل مكان تروح له.